هذا سائل يقول: أسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال، هل السلفية هي الفرقة الناجية؟ إذا لم تكن السلفية هي الفرقة الناجية فمن هي؟ فرقة الضلال هي الناجية؟ ما ينجو يوم القيامة إلا السلفية الذين على منهج السلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذه هي السلفية، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه هم السلفية وهم الناجون، قوله إلا واحدة يعني نجت من النار، هذا معنى قول العلماء الفرقة الناجية، يعني لأن الرسول شهد لها بالنجاة. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلف الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان أيضا ساروا على منهجهم هم سلف الأمة.